مساء الخير وبرنامج الموضوع. السفير الإيراني السابق بغداد حسن دانائفر ومقابلة مع موقع الدبلوماسي الإيراني يقول أبلغت رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بخطة داعش قبل 6 أشهر من هجومه على الموصل، وقلت للمالكي هناك جهات تحاول بمساعدة داعش السيطرة على الموصل مثل ما حصل بحلب السورية. أما السيد المالكي يوم أمس اتهم أهل نينوى والإدارة المحلية والبرزاني بإدخال داعش للموصل وإسقاطها. خلينا نتحدث قليلاً ويا سيد المالكي ونوجه له تساؤل أو رأي أو استغراب. سيادة نائب رئيس الجمهورية، خلينا نتفق وياك هاي الجهات اللي ذكرتها كلها وجهات أخرى داخلية وخارجية اتفقوا وتآمروا لإسقاط الموصل، بس أنت قبل 6 أشهر حضرتك قبل 6 أشهر تعرف بهاي الخطة حسب السفير الإيراني السابق في بغداد، وإيران دولة صديقة وحليفة مو دولة عدو، وإحنا نعرف كل التشكيلات العسكرية والأمنية بالموصل كانت بيدك. السؤال هنا ليش خلال هاي 6 أشهر ما استعديت لإحباط الهجوم والمؤامرة؟ والمفروض 6 أشهر أعتقد كافية وكافية جدا لإجهاض أي مؤامرة، مؤامرة داعش أو أي مؤامرة أخرى. حسب وثيقة صادرة بتاريخ 9 تموز 2017 من الأمانة العامة لمجلس النواب، تم تشكيل لجنة من 4 أشخاص وصرف 95 مليون دينار لتأهيل الدار المخصص للسيد النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد همام حمودي. 95 مليون وإحنا أزمة اقتصادية، أزمة نازحين، قطوعات برواتب الموظفين، وأكو ناس هواية مسحوقة سحق. والتأهيل منزل السيد حمودي أصرف 95 مليون دينار. السيد حمودي السيد النائب يبرر ويقول العقار يستخدم كمكتب أو حيتم استخدامه كمكتب لي وليس للسكن، رغم ماكو يعني أي إشارة، هيك إشارة بوثيقة مجلس النواب. وزين ليش هسه بعد 8 أشهر وتنتهي الدورة البرلمانية الحالية تريد مكتب يا سيادة النائب؟ شنو ما عندك مكتب وهسه قررت تسوي مكتب؟ أيضا يضيف ويقول السيد النائب العقار هو ملك للدولة وهو عقار قديم لم تجرى عليه أي ترميمات من أكثر من 10 سنوات، والمبلغ تم صرفه وفقا للقانون، وإصراري على استخدام مبنى قديم للدولة مكتب لي بدل من استئجار مبنى فارغ بمبالغ طائلة، أمر يستحق الثناء وليس الذم لكون أي إصلاح فيه سيعود للدولة. سيادة النائب، اللي يستحق الثناء من تستخدم العقار وهو قديم، ماكو أي مشكلة استخدمه وهو قديم، أو أنت تروح تأجر عقار وهو جديد من مالك الخاص وعدكم ما شاء الله يعني قابل رواتبكم 400 ألف. وخليني أقول لك القانون اللي يسمح للمسؤولين الكبار باستئجار بيوت للسكن أو كمكتب أو ترميم عقارات الدولة من أموال الدولة حتى السيد المسؤول يتمتع ويرتاح بيها، وبعدها يجي مسؤول آخر ويجوز المسؤول الآخر ما تعجب الترميمات اللي تمت. هذا القانون مؤذي للشعب، البعض يوصف هذا القانون بالفاسد، الشعب مسحوب، دوائر الدولة اللي راجعها المواطن وسخة ومنهارة، وأنتوا تروحون تأجرون وترممون بأموالنا أموال الدولة وتتمتعون بقصور من أموالنا. آخر وقفة عندنا رئيس لجنة الخدمات النيابية سيد ناظم الساعد يقول لجنتنا شخصت ملفات فساد مالية وإدارية بوزارة النقل، ومن بين هاي الملفات صرف الوزارة $1 مليون شهريا وقود للطائرات دون الحاجة إليها حسب السيد النائب. المفروض سيادة النائب هسه أنا شو أسوي من سمعت هذا الخبر؟ أنا أروح أحاسب الفاسدين بالوزارة؟ الجمهور اللي دي يسمع هذا الخبر شو يعمل؟ شو يسوي؟ هم يروحون يحاسبون وزارة النقل والفاسدين بوزارة النقل؟ لو المفروض أنت وزملائك تروحون تحاسبون من مسؤول عن الفساد في وزارة النقل، المفروض هيجي. لكن الغريب بالخبر ما بأي إشارة، ما بأي حديث عن إجراءات للمساءلة
فشنو الهدف؟ أنا أتساءل عن الهدف، تسقيط سياسي؟ لو ابتزاز ورايدين حصتكم؟ نطلب توضيح فقط من حضرتك يا سيادة النائب. ما بعد داعش، الحشد الشعبي خيار أم ضرورة؟ الموصل انهيار ودمار، نصر بثمن باهظ. هل نهاية داعش يجب أن تعني نهاية الحشد الشعبي؟ هل وجود أي الحشد الشعبي بعد داعش ضرورة لو خيار؟ ممكن المرجعية تذهب باتجاه إصدار فتوى تحل بموجبها الحشد الشعبي؟ هل المطالبات بحله أو بتحويل بعض عناصره للجيش والبعض الآخر للوظائف المدنية إلها أهمية والحشد حاضر بقانون؟ وهنا ليش إلى حد الآن ما تم تنفيذ القانون؟ الأهم من كل هذا الحكي المعاد، شنو قضية الخلافات الحالية؟ لا بل اتهامات بين رئيس الوزراء وبعض قيادات الحشد. لقاء اليوم بين السيد العبادي وبعض قيادات الحشد هو بداية النهاية للخلافات الحاصلة أم هي محاولة ربما تنجح ويجوز تفشل؟ ويا نحول ما جاء السيد أحمد الأسدي المتحدث الرسمي باسم الحشد الشعبي. سيادة النائب أهلا بك، نورتنا بحضورك. لقاء اليوم شون نشوفه أو شون شايفه حضرتك؟ بداية النهاية للخلافات القائمة، حتى البعض أصبح يوصفها باتهامات بخصوص فساد مالي، لو مجرد محاولة يعني ممكن تنجح ممكن تستمر الخلافات وتفشل هاي المحاولة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم المشاهدين الأعزاء. الحقيقة اللقاءات المتكررة مع السيد رئيس الوزراء هي لقاءات دورية عادة كل شهر روتين، ربما تعبر الشهر يكون لقاء مع السيد رئيس الوزراء نتحدث فيه عن مجمل وضع الحشد الشعبي، ويتحدث السيد رئيس الوزراء عن الخطوات القادمة وعن المهام القادمة. وعادة بعض هذه اللقاءات تكون فقط حينما بالجوانب الأمنية والعسكرية واللوجستية، لا بعض هذه اللقاءات أحيانا تعقد ليس روتينيا وإنما بعد أحداث معينة أو مواقف معينة أو تسبق انطلاق عمليات. صار بلقاء اليوم، اليوم تحدث السيد رئيس الوزراء، حديثه كان واضح ونقلته قناة العراقية بشكل كامل. تحدث فيه أولا تهنأ الشعب العراقي، هنأ المرجعية، هنأ الشهداء. تحدث أن هذا النصر الذي تحقق هو نصركم، الحشد الشعبي كان الركيزة الأساسية في هذا الانتصار الذي تحقق. تحدث عن الإشاعات والأقاويل وما يظهر هنا وهناك في وسائل الإعلام، ويظهر مطالبات على ألسنة بعض السياسيين في الداخل وترددها بعض دول الإقليم والدول الأخرى أحيانا، أن الحشد الشعبي مثل ما ذكرت في مقدمتك ينتهي بنهاية داعش، سيحل الحشد الشعبي، سيصدر كذا عن الحشد الشعبي. أشاروا بشكل واضح أن الحشد باق، وكما قال في كلمته الحشد منا ونحن من الحشد، والحشد باق لزمن طويل، وخصوصا أنه أقر بقانون، ويبدو أن المتحدثين بهذا الاتجاه غير ملتفتين لموضوع. أيضا قال سنعمل على استقلالية الحشد الشعبي وانضباط الحشد الشعبي. لا بد من ذلك، معنى ليس فقط معنى ما قاله معنى ذلك الزبار. حتى الآن الحشد الشعبي غير مستقل نوعا ما أو إلى حد ما وغير منضبط. لا، أولا الحشد الشعبي كمؤسسة عمرها 3 سنوات، إذا قيست بمؤسسات الأمنية العراقية اللي عمرها أكثر من 90 سنة بالتأكيد الفارق كبير، لكن إذا قسناها بالنسبة والتناسب فإن الضبط والانضباط في الحشد الشعبي وتحوله إلى عمل المؤسسات كان نجاحا كبيرا، وقطع مساحات ومسافات شاسعة. خلال 3 سنوات انتقلنا تدريجيا ولكن بشكل كبير قفزات في مجال الضبط والانضباط، ولكن الإشارة واضحة، الحشد من أجل أن نحميه كما أشار سيد رئيس الوزراء، كما تشير المرجعية، كما نريد نحن، واحدة من أهم أدوات الحماية هو ضبط الحشد وتفعيل القانون. وحرجع وناقش هاي التفاصيل. أقدر أقول السيد العبادي بمواجهة هي الأعنف، خليه هيك أوصفها، مع أقدر أسميه مع بعض قيادات الحشد المتمردة على قرارات السيد العبادي، بمواجهة هي الأعنف منذ تأسيس الحشد وإلى الآن. لا يوجد في الحشد أي تمرد على أوامر القائد العام للقوات المسلحة من كل قيادات الحشد، من أكبر قيادة إلى أصغر قيادة، لأننا نتعامل وفقا للقانون والسياقات القانونية. اليوم الحشد منذ تشكيله كان بأوامر ديوانية وبقرارات مجلس الوزراء، ولكن خصوصا بعد صدور القانون الارتباط واضح،
القائد العام هو الرئيس الفعلي المباشر للحشد. ولا أكو أي مواجهة ولا أكو أي خلافات؟ لا، الاختلافات أي تحدث أي؟ أين؟ حول شو؟ في مجلس الوزراء، حينما يجلس رئيس الوزراء وهو المسؤول التنفيذي الأعلى للدولة، يجلس الوزراء يناقشونه ويختلفون معه بالرأي، لكنه في مجلس الوزراء التصويت عادة يكون حسب الأصوات، لكنه مثلا وزير الدفاع كرئيس مؤسسة أمنية عنده رأيه، هيئة ركنة عندهم رأيهم، يناقشون رئيس الوزراء على كل التفاصيل، ولكن القرار للقائد العام للقوات المسلحة، من حقنا أن نناقش إلى أن نتعب، ويبقى القرار للقائد العام، ومن واجبنا أن نلتزم به، وهذه مسيرة الحشد راجحة على مدى 3 سنوات الماضية. بالعراق نقول لا تدوخني، ها طق ليها طق بطق، الاختلافات بين منو منو، بين سيد العبادي ومنو داخل الحشد الشعبي، وحول ماذا؟ ماكو خلافات بين أشخاص ولا قيادات. شلون ماكو مواجهة؟ الخلافات تتعلق، الخلافات تتعلق أننا في الحشد الشعبي نريد أو نطالب بتفعيل القانون، ونريد عفوا نطالب بزيادة رواتب الحشد الشعبي، والعبادي اليوم أشاروا بشكل واضح أنه يعمل وبكل جد على تطبيق القانون، على زيادة مخصصات مقاتل الحشد الشعبي، على زيادة ضبط الحشد الشعبي. إذن ربما ننظر نحن من زاوية وينظر القائد العام من زاوية أخرى، لكننا ننظر باتجاه هدف واحد. لذلك أشار سيد العبادي في حديثه اليوم، لا توجد اثنينية في بين المؤسسة الأمنية والحكومة، سيد المؤسسة تتبع للحكومة. سيد أبو مهدي المهندس طالب بصرف رواتب الحشد كاملة، صحيح؟ طيب، يرد السيد العبادي ويقول الحكومة سلمت هيئة الحشد رواتب المقاتلين كاملة، وبعضها يذهب لتمويل أحزاب سياسية، ويقول قمنا بزيادة موازنة الحشد، وأستغرب تقليل رواتب الحشد بعد زيادة مخصصاته، وأمرت بإجراء تحقيق بالموضوع، لكن البعض رفض ذلك. طبعا أكو جملة، أكو كلمة مقطوعة، أكو إشارة، السيد أكو إشارة فساد مالي داخل الحشد. لا، أنا خلي أوضح. أولا، كلمة السيد العبادي لم تكن ردا على ما تحدث به الحاج المهندس في احتفال النصر، لأنه المؤتمر الصحفي لسيد العبادي تقريبا في وقت مقارب لكلمة الحاج المهندس. السيد العبادي قال زيدنا مخصصات الحشد في العام الماضي، لم تلتفت كل القنوات الفضائية ووكالات الأنباء حينما نقلت التصريح، لم تلتفت إلى كلمة العام الماضي. السيد العبادي يتحدث عن زيادة مخصصات الحشد في عام 2016، يستغرب تقليل رواتب الحشد بعد زيادة مخصصاته، وشرحنا أسباب ويتحدث عن تحقيق بالموضوع، وهناك من يقف ضد التحقيق، ضد إجراءات التحقيق. هذا كلام السيد العبادي. احنا ما عندنا معطيات، لكنه وضحنا للسيد رئيس الوزراء في حينها في 2016، احنا خصص لنا أعداد مقاتلين في 2016 110,000. احنا قدمنا الى مجلس الوزراء والى مجلس النواب ان اعدادنا 141,600 تقريبا، 141,600 في 2016، اقرت الموازنه ل 110,000. جينا، انت تحكي لي موازنه عفوا 2016، لانه العبادي تحدث عن الموازنه العام الماضي. ليش ما تحكي لي هسه ايش قد؟ مو رد اجاوبك، احكي لك هسه ايش قد، بس قصدي حتى احلل هذا، افكك هذه العباره التي اخذتها وسائل الاعلام وحتى المقاتلين، بعضهم صار عنده تشويش من القضيه. فاجينا ما بين خيارين، اما تسريح 30% من مقاتلين اللي هم 142,000، ليش الموازنه ايش قد؟ 110,000. واجينا احنا في قلب المعركه، ويصعب جدا تسريح المقاتلين. اجتمعت قيادة الحشد لأكثر من مرة، وحوارات ونقاشات مع سيد رئيس الهيئة وسيد نائب رئيس الهيئة، ووصلنا إلى قرار هو تخفيض راتب المقاتل بنسبة 30% حتى نغطي ماذا؟ 142,000، ونعمل مع الحكومة ومع مجلس النواب من أجل زيادة المخصصات إلى نهاية 2016. لم تزد قد راتب المقاتل 875,000. ايش قد تخفض؟ هذا في شهر تموز 2014 الى اليوم، شهر تموز 2017، راتب المقاتل 875,000، لم يزد دينارا واحد، ولم ينقص، ولم ينقص، ها، من الدوله لم ينقص. لكن احنا من عندكم، هو هذا قصدي، ايش قد استقطعتوا بشكل علني؟ نزلنا 30%. ايش قد وصل من حتى يعني وصل 612,500 راتب المقاتل، 600 حتى كان 142,000. هذا الفارق، فارق القطوعات، انتم استخدمتوها اي حتى انت بموافقة كل المقاتلين. السيد العبادي هسه ماشي 2016، الفساد ما يسقط بالتقادم، يتحدث عن تحقيق بالموضوع، وهناك من يقف بالضد من التحقيق. يعني هذا يسأل عنه المتحدث باسم السيد رئيس الوزراء، هو يتحدث عن بعض الأموال تذهب لتمويل أحزاب سياسية. أقول هذا أنا ما مسؤول عنه، فأنا ما أسأل عن هذا الموضوع. إحنا كحشد شعبي كل مقاتلين توصلهم رواتبهم، بل يعني أنا أشير بشكل واضح، أوجه تحية إلى الهيئات والمواكب والمتبرعين
لولا دعمهم المتواصل للحشد الشعبي لم تكفي موازنة الحشد لتغطية المعركة. هاي 2016 الآن كم مقاتل أكو؟ 122,000 يعني زاد شقد 12,000 122,000 رواتبهم تجي من الحكومة؟ من الحكومة على الفعلي. لا لا العدد الفعلي على الفعلي 149,800 يعني 150,000 تقريبا. 150,000 هاي التغطية شلون الفارق تقريبا 30,000 أو 28,000 جينا عالجناها الآن بحيث طبعا أولا موازنة 2017 تقول مادة 52 مادة مضافة تقول على الحكومة ووزارة المالية إجراء المناقلات اللازمة لرفع رواتب الحشد الشعبي لتتساوى مع أقرانهم بالقوات المسلحة، اللي إلى الآن ننتظر تطبيق هذه الفقرة من الموازنة. واليوم صار حديث مع السيد رئيس الوزراء وأكو كتب صدرت من الأمانة العامة، بالأيام الجاية من يوم غد سنبدأ بالعمل على تفعيل هذه المادة مع الجهات المختصة في وزارة المالية ومجلس الوزراء. 122,000 هذول ال 12,000 المضافين منين؟ لم تضف هاي ال 12,000 لل 140,000 السابقه مال 2016، لا هذول ال 12,000 عباره عن متطوعي محافظه نينوى. بس هو الفارق تقريبا 28,000 بين ال 150 العدد 150 الفعلي وبين ال 122 رواتبهم تجي من الحكومه. 28,000 اضيفت ال 12,000 لابناء الموصل متطوعين جدد اضيفوا. والعدد الباقي تكمله ال 28,000 شنو على اعتبار 122,000 توصل رواتبهم من الحكومة، العدد أحسن. الفعلي حضرتك تقول 150 الفارق 28,000 فبدينا نقسم الآن رواتب المقاتلين 750,000 يعني رفعنا شوي من 612 رفعناها نزلتوها 650,000 رفعناها ل 750 ونزلناها بس بعدين نزلتوها ل 650,000 حتى تغطون هذه 30,000 لا هي أساسا 875 زين نزلتوها ل 612 ل 612 رفعناها هاي السنة ل 750 حتى نوازن. هذا كله ماذا ننتظر؟ ننتظر تنفيذ قرار الموازنة حتى نعيد الراتب لكل منتسبي الحشد بما يتساوى مع منتسبي القوات بدون وجود المسلحة. أي فساد مالي. والسيد العبادي يتحدث عن تحقيق رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة لم يتحدث عن فساد، مو جهة خارجية، مو جهة معادية للحشد. لا يقول أمرت بالتحقيق وهناك من يقف ضد لا تحدث تحقيق والسنة الماضية 2016 وكرة لجان التفتيش بعض الأموال تذهب لتمويل أحزاب سياسية بالنص وبالحرف الواحد. يعني احنا ما عندنا احزاب سياسيه تمول من الحشد، اكثر الاحزاب السياسيه هي تدعم الحشد، لكنه ربما لدى السيد رئيس الوزراء معطيات او تفاصيل يسأل عنها أما السيد رئيس الوزراء أو المتحدث باسمه حسب قانون اليوم. حديثه ويانا يعني واضح أنه إشارته هي إشارة إصلاح، ربما هنالك خلل هنا تدري 150,000 عدد ليس بالقليل. حسب قانون الحشد إيش قد لازم يكون العدد؟ القانون لا يتحدث عن أعداد كل المؤسسات القانون لا يتحدث عن أعداد، تأتي الموازنة فتتحدث عن أعداد ثم تثبت هذه الأعداد. ثبتت المفروض 122,000 في 2017 122,000 ليش هاي الزيادة؟ ليش ما حلتوهم للتقاعد يعني وظائف مدنية؟ احنا نقول الآن اليوم هم هذا حديثنا مع السيد رئيس الوزراء، ذول 150,000 عندنا زيادة 28,000 ذول 28,000 أما يحالون على الجيش على الدفاع على الداخلية أو يحالون على التقاعد أو نقولهم فيما لا روحوا لأهلكم شكرا خلصنا من عندكم أو ترفعوننا عدد التخصيصات او المخصصات حتى تغطي 150,000 حتى تغطي 150,000 اتفقتوا؟ اتفقنا على ان تكون جلسات مصغره تدري اليوم لقاء واسع وتبحث الاعداد وبالارقام لايجاد حل سريع لهذه المساله. والسيد رئيس الوزراء يعني ابدا تعاون كبير وذولي اولاده بالنتيجه. الخلاف بين السيد العبادي والسيد العامري انتهى؟ من زمان انتهى وخلاص كلام السيد العامري من يقول السيد العبادي يلعب ويانا لعبه القط والفار اصبح من الماضي يعني ويضع فيتو على مشاركه الحشد في معارك ويسمح له بمعارك رئيس اخرى رئيس كتله سياسيه وسياسي وعده 22 في مجلس النواب وقياده في الحشد. فقصدي حينما يتحدث كالحاج هادي العامري رئيس منظمه بدر حقا يذكر الاراء التي يعتقد انها مناسب ذكرها او الحديث بها، لكنه بعد حديث السيد العامري تحدثت بعض يعني المواقع اللي على قولتهم يسموها الصفراء وحاولت دق اسفين وصار الحكي وما اعرف حتنفي او تاكد انه السيد العبادي رفع دعوه قضائيه على السيد العامري حتى يعني لوح باقاله السيد العامري من قياده الحشد. لا هو السيد العامري متطوع ما عنده اي موقع رسمي في قياده الحشد. السيد العامري متطوع حالة حال كثير من النواب من الوزراء رفع دعوة قضايا عليه لا أبدا ليس صحيحا شنو هاي لعبة القط والفأر؟ شلون يعني يلعبوا وياكم السيد العبادي لعبة القط والفأر؟ لا السيد العبادي أنا دائما أجيب بالتالي احنا
كحشد شعبي كجزء من القوات المسلحة، وكل القوات المسلحة بالتأكيد ننظر إلى القضايا من زاوية واحدة، زاوية العمليات. إحنا اليوم عندنا المدينة إكس مستهدفة بالتحرير، السيد القائد العام للقوات المسلحة هو في نفس الوقت رئيس الوزراء، يعني هو المسؤول التنفيذي الأعلى في الدولة، وبالتالي هو ينظر من الزاوية السياسية الاقتصادية الاجتماعية الثقافية بالإضافة إلى العسكرية، فينظر من كل الزوايا. لذلك أشار القانون بشكل واضح إلى أن القرار النهائي لمن يكون؟ إلى القائد العام للقوات المسلحة. ربما أنا غير مقتنع في القرار، أنت غير مقتنع، فلان من قائد عسكري بالجيش بمكافحة الإرهاب، لكن واجبنا أن نعطي نعبر عن وجهة نظرنا ثم نطيع القائد. مو غير مقتنع، غير مقتنع وأني ساكت وراضي وأنفذ القرارات يعني شيء، وأني ما مقتنع وأطلع بوسائل الإعلام وأقول لعبة القط والفأر ويضع فيتو على مشاركتنا في بعض المعارك ويسمح لنا بمعارك أخرى، معناته أكو خلاف وخلاف عميق. لا مو لم يكن خلافا عميقا، وإنما واضح وكان اختلاف في موضوع واحد تحدث عنه السيد العبادي ثم أجاب عنه الحاج العامري، وجلس الطرفين أقدر أو الطرفان أجز عفوا أقدر أوجز الخلافات بخصوص المشاركة في سوريا، بخصوص مطالبة الحشد بتأمين بغداد وتأمين الطرق الدولية خصوصا طريق لا في كل ما يتعلق بغداد طريبي للرطبة، فيما يتعلق بتل أحفر والمشاركة فيها على اعتبار أنه على اعتبار الموضوع لم يحسم حتى الآن. أعطيك الخلاصة، كل ما لدينا من آراء وكل ما لدينا من أفكار ربما نخطئ أحيانا فنعبر عنها بوسائل الإعلام، يجب أن تناقش في الجلسات الخاصة، لكن سواء عبرنا عنها يعني في وسائل الإعلام أو تحدثنا عنها في الجلسات الخاصة، يبقى القرار في هذا القائد العام وجميع قيادات الحشد تؤمن أن يجب طاعة القائد العام في كل القضايا المتعلقة بالعمليات والقضايا العسكرية. واليوم عبر تحدث ثلاثة فقط تحدثوا اليوم في الجلسة، يعني أو كان الحديث إلى القيادات الأساسية، تحدث الحاج العامري أولا ثم الحاج المهندس ثم الشيخ قيس الخزعلي، وجميع أحاديث الثلاثة تقول أن القائد والحشد الشعبي تحت أمرة القائد العام القوات المسلحة صدر القرار بخصوص تل أعفر والمشاركة فيها. تل أعفر بلغتنا قيادة العمليات المشتركة أن نبدأ بالاستعدادات المشاركة في العمليات ودخولها. العملية ستشترك فيها الحشد والجيش ومكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية. دخول الحشد الشعبي إلى داخل تل أعفر لو فقط الأطراف؟ لا هذا لا يحدد اليوم، هذا يحدد حين البدء بالعملية. عملية ربما تستغرق أسابيع الاستعدادات لها، وتبحث الخطط والمناقشات، نقدم خطة نوفر خطة، سيشارك في هذه العملية. سيشارك في هذه العملية الحويجة؟ بالتأكيد الحشد يشارك في الحويجة، لأن الحشد الآن يمسك حوالي 90 كيلومتر خطوط صد قبال الحويجة. إذا أقدر أسميه فيتو كردي على مشاركة الحشد في الحويجة، يعني احنا بدينا بالفيتو الامريكي، نزلنا للفيتو التركي اول مره، دوله كبرى بعدين دوله متوسطه بعدين بعدين ما صارت دوله بعد تركيا لا اقول الامريكي بعدنا الثالث ايه؟ بعدين وصلنا فيتو من اقليم او جزء من الدوله العراقيه يخلي فيتو على مؤسسه امنيه، يعني استبعد ذلك، وان كان فلا قيمه له، ان كان هنالك فيتو فلا قيمه له، لانه لا يحق لأي مواطن عراقي حتى ولو كان بمستوى رئيس الإقليم اللي عاد المحافظ هم محافظة تعتبر إقليم، لا قيمة لأي فيتو على أي مؤسسة أمنية من أن تشترك بتحرير أراضي محتلة، لا بالحويجة ولا بالبصرة ولا بأربيل. ما أهمية الحشد بعد داعش؟ فتوى المرجعية كانت الحشد واضحة، الجهاد الكفائي حسب فتوى المرجعية في حال انتهى داعش، ما أهمية الحشد؟ أولا الحشد وجد كضرورة، ليس خيار، وجد كضرورة بعد داعش فتحول إلى خيار، وجد كضرورة في الأيام والأشهر الأولى فتحول إلى خيار بعدما حققه من انتصارات بعد داعش وبعدما استطاع تحصيله من تأييد عارم. بعد داعش أولا قانونيا الحشد مقر في مجلس النواب بقانون لا يمكن حله أو إلغائه أو تخفيضه أو دمجه أو نقله إلا بقانون، هاي وحدة نقطة رأس سطر. اثنين، ليس هنالك عاقل يقول أنك مررت بظرف عصيب تحدي عظيم وأنتجت نتاجا رائعا لا. فتأتي لتنزع سلاحه ولا زالت التحديات مستمرة. عاقل يقول هذا جيش عقائدي في بلد متعدد، سامع خوب هاي والعقائدي متعدد، الحشد متعدد، أنا أتحدى جيش عقائدي في بلد متعدد ويقول لك هو منظومة حرس ثوري، أدري حرس ثوري أزيدي، حرس ثوري صابي، حرس ثوري مسيحي، حرس ثوري هذا مو رأيي، هذا حرس للعراق، انت سامع وتعرفه وتعرف آرائهم وحيخربنا العلاقات مع الخليج ومع السعودية وحيخلينا العلاقات متخربطة وغير جيدة مع الولايات المتحدة ومع الغرب. لا أبداً أبداً، الحشد العراق قوي بحشده
عزيز بحشده يستطيع بهذا الحشد وبفضل وجود هذا الحشد وتماسكه وتنسيقه وتعاونه مع المؤسسات الأمنية الأخرى أن يحاور ويفاوض الغرب وأمريكا والخليج وتركيا وكل العالم، وهو قوي مقتدر. الإضرار الإضرار بالحشد يعني إضرار باقتدار العراق. الحشد التحق بالجيش العراقي وشكلوا سوية جيش حزب الله بالعراق. يتحدث عن المفهوم لا يتحدث عن المصداق. يعني جيش وحشد شكلوا مشتركين القوة العراقية التي تتصدى لأي عدو خارجي أو متآمر داخلي، وهذا ما يحتاج قل النبي حج قاسم سليماني. هذا نلمسه على الأرض، روح اسأل كل قيادات الجيش يجاوبك هذا الجواب، اسأل قيادات الحشد يجاوبك هذا الجواب. عندي فقط صورة، نشوف الصورة وأختم يا جنابك الكريم. إن شاء الله قدرت. صورة زميل المخرج إذا جاهزة. المفروض على اليسار الحشد الشعبي وعلى اليمين قوات الباسيج الإيرانية. لا تعتبر سؤال، اعتبر محاولة فهم. اتهامات متكررة يوميا للحشد الشعبي، منظومة حرس ثوري، قاسم سليماني يقوده، يأتمر بأمر السيد خامنئي، ويوميا تجي حضرتك وآخرين تبررون تقولون الحشد عفوا الحشد وطني عراقي لأهداف عراقية مو لأجل العراق. لا نبرر، ننقل الواقع فقط. طيب ليش حتى بمسألة اللباس، بمسألة حمل السلاح كان أكو تشابه مع إيران؟ أنتوا تريدون لحسن الإيرانيين شالي رجليهم عالية، ذلك ما شالي رجليهم هاي باليسير. ليش يعني هاي قضايا بسيطة كان يعني ممكن أولاً كان ممكن تتجنبوها. أولا هذه قضية فنية وتسدون أفواه من يتحدث عن تبعية الحشد إلى إيران. لا، أولا هذه قضية فنية، ثانيا هنالك ثلاث كراديس للحشد، هذا واحد من الكراديس، الكراديس الأخرى يعني كل كردوس له مسيره. ثالثا أنا قلت في نفس اليوم نعم هذه إضافة جديدة، رسالة تقول أن الحشد إضافة جديدة للقوات المسلحة العراقية، متميز في ملبسه، في مسيرته، في أدائه، في انتصاراته، في شجاعته، في إبائه، في إصراره على أن يبقى العراق حرا عزيزا مستقلا. وجوه قالوا لك القوات المسلحة، وجوه قالوا لك بين قوسين إضافة جديدة، لكن بين قوسين على الطريقة الإيرانية. نعتز ونفتخر ابتعدوا عنها أن في إيران أن في إيران حرسا ثوريا استطاع الدفاع عن الدولة والثورة الإيرانية ولا زال إلى اليوم. ونفتخر أن هنالك من يشبه أن الحشد الشعبي أصبح من القوة والاقتدار والتدريب بأن يشبهوننا بالحرس الثوري، حينما نشبه بمؤسسة متكاملة. لا مشبهيكم بقوات الباسيج مو بالحرس الثوري. يعني بعدنا مراحل، إن شاء الله المرحلة الثانية يشبهوننا بالحرس الثوري. خليني شكرك سيد أحمد الأسدي المتحدث الرسمي باسم الحشد الشعبي، شكرا جزيلا، وابقوا يانا مشاهدينا، موضوعنا الثاني.